السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيك بيضة واحدة في المقلاة فقط. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونا في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش أنكم دعموني بلايك ديالكم وتبارتاجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا في المكونات. عندي بيضة واحدة، كيس من السكر فانيلا، كيس خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام، ربع كاس ديال السكر، ربع كاس ديال الزيت، وربع كاس ديال الماء. ايضا غادي نحتاجو من ربعة حتى لخمسة ديال المعالق كبارين يكونوا عامرين مزيان. فعلى بركة الله غادي نبداو بطريقة التحضير. غادي ناخد البيض مع يعني نخلطو مع السكر مع الفاني، نضربهم مزيان غير بالطراب اليدوي، ونضيف لهم الزيت والسكر والماء، تنسجموا مزيان. عاد كنضيف لهم كيس ديال الخميره ديال الحلويات مع مع الدقيق. ضروري انكم تغربلوا داك المكونات يعني الناشفه مزيان باش تطلع معكم الكيكه. غادي نخلط مزيان، تنسجموا لي المكونات. هنايا جبت واحد المقلاه، يعني المقلاه من الاحسن تكون غير لاصقه، ودهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق، وغادي نوضع فيها الخليط ديال الكيكه. غادي نردها فوق النار على نار مهيله جدا وغطيوها تتشوفوها انها نشفت من الفوق. هنا من بعد ما نشفات الكيكه كما كتلاحظوا من الفوق، المهم كتبدا كتزعزع لكم الكيكه، يعني كتزعزع الا حركتيو المقله كتزعزع لكم. غادي نجيب هنا طبصيل وغادي نقلبها باش تحمر من الجهه الاخرى. كما كتلاحظوا كتجي مذهبه سهله جدا في التحضير. هكا تحضروها للوليدات ديالكم، ما غاديش تاخذ نهائيا معكم الوقت. هنا من بعد ما طابت لي من الجهه يعني اللي قلبتها، غادي ندهنها هنايا بواحد دانيت شوكولا فقط للتزيين. غادي ندهنها بدانيت شوكولا، غادي ندهنها مزيان، وغادي يعني نبدا نزوقها بالملعقه فقط. ممكن انكم تدهنوها باي يعني بالشوكولات او بالمربى، يعني بالكونفيتير والكوك، يعني الاختيار في التزيين كيبقى لكم. ممكن انكم تخليوها هكاك، يعني تا هكاك جات روعه، كتجي هشيشه من الداخل واسفنجيه، وكما لاحظتوا معايا بيضه وحده ودغيا كتوجد. الاهم انها دغيا كتوجد، ما كتاخذش معكم حتى 5 ديال الدقائق، يعني هكا في الكوتي يعني تصوبوها للوليدات ديالكم سهله جدا. هنا غادي نكمل بالتزيين ديالها. بعد ما زوقتها بالملعقه غادي ناخذ واحد شويه ديال اللوز كونكاسي او اللوز مهرمش، وغادي نزوقه هكا في الجوانب،
وضعت شوية في الوسط. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك من بعد ما كيوجد. كتجي صراحة رائعة وجميلة وسهلة جدا في التحضير. الى عجبتكم الوصفة ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم دعموني بلي لايك ديالكم وتبارتاجيو الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم. نهاية الوصفة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.